مرحبا بكم مشاهدينا في الليلة. أنا نبيل تخيل حييكم ونناقش فيها أكثر من 50 يوما أزمة المياه الجوفية في زليت دون حلول جذرية لمعالجتها. تشير الأحصائيات إلى أن عدد المياهات المتضررين في 6 محلات تجاوز 1160. وأمام هذه التحديات تبرز تخوفات من تلوث المياه الجوفية بعد اختلاطها بالمياه السوداء. تقول لجنة الأزمة إنها تعمل على توعية المواطنين بعدم استعمالها حفاظا على سلامتهم. فإلى أن وصلت جهود معالجة أزمة زليت وما ضمانات توفير بدائل لجميع السكان المتضررين؟ نناقش ذلك في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها مع مروى العلج. إليك. شكرا لك نبيل. وفي عناوين هذه الليلة، النائب العام يقول إن هناك قوانين صدرت دون دراسة ولم تراعى فيها ضمانات حقوق الإنسان والحرية العامة. عميد زليت يقول إن تنفيذ شبكة النسح الأفقي ساهم في خفض منسوب المياه، والأهالي يطالبون بإنشاء صندوق لإعادة الإعمار. وخلال يومين هيئة البحث والتعرف عن المفقودين تعلن استخراج 80 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة. يشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميل رافع البكوش. شكرا لك مروة. تتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة. تتكرر شكاوى المواطنين لا سيما في الجنوب من نقص المحروقات، رغم تأكيدات شركة البريغا المتكررة بتوفيرها في كل أنحاء البلاد. سكان بلدية وادي عتبة عبروا لليبيا الأحرار عن استيائهم من النقص الحاد في غاز الطهي حتى في السوق الموازي، ما زاد من معاناتهم لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. فما واقع الحال هناك وما أسباب هذا الانقطاع؟ وكيف يتعامل أهالي وادي عتبة والسلطات المحلية مع هذا الموضوع؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على عناوينها رفقة الزميلين حمزة قديش وبدر عمار. إليكما. شكرا لكما. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية، المركزي يحذر المصارف التجارية من فرض سقف على الصكوك البنكية. وفي الرياضة تتابعون هذه الليلة، منتخبنا الوطني لكرة السلة يتجاوز نظيره المغربي ويصل التصفية النهائية لكأس العالم 2025. كانت هذه عناوين الليلة، منا فألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال النائب العام الصديق الصور إن عددا من القوانين جرى إصدارها تلبية للرأي العام أو إرضاء لجزء منه في شكل رد فعل، ولم تراعى فيها ضمانات حقوق الإنسان والحرية العامة. هذا وأوضح الصور أن إصدار القوانين على هذا النحو ينتج عنه قوانين مخلة بالضمانات أو تشتمل على عقوبات قاسية أو إخلال بالحريات أو توسيع الصلاحيات، مضيفا أن قوانين مثل الإرهاب والجرائم الإلكترونية والسحر والشعوذة صدرت دون دراسة أو بحث. في العلاقة بين السلطات والأفراد والعلاقة بين كل منهما مع الآخر، الحلقة الضامنة للحقوق هي القانون. استفاض في تفصيل ذلك النائب العام الصديق الصور في المؤتمر العلمي الدولي حول منظومة العدالة الجنائية في جامعة مصراتة. ليس كلاما مجردا عن مفهوم التشريعات وشروط سنها، في واقع البلاد ومنظومتها القانونية كان لابد من سياق الأمثلة. نلاحظ أن في قوانين تصدر نستطيع أن نسميها قوانين أزمات، تلبية للاحتياجات العاجلة أو أحيانا تلبية للرأي العام أو إرضاء جزء منه. فنجد قوانين كثيرة صدرت، قانون الإرهاب، قوانين الجرائم الإلكترونية، السحر والشعوذة وغيرها من القوانين جاءت دون دراسة أو بحث. هذه القوانين صدرت بالتأكيد عن مصدر التشريع في البلاد، مجلس النواب. كان أصدر قانونا يمكن اعتباره سابقة في عالم التشريعات، قانون السحر والشعوذة، يعاقب من يسميه بالساحر بالقتل إذا ثبت أن سحره تضمن كفرا. هذا مثال واحد لما ورد فيه، أثار استغرابا وانتقادات في إمكانية استغلاله في تصفية الحسابات السياسية والاجتماعية وتضييقه على أصحاب العقائد المختلفة.
في 2022 أصدر المجلس قانونا تحت اسم الجرائم الإلكترونية، أثار أيضا زوبعة من الجدل. يضع القانون تقييدا على المنشورات ويقرر حجبها. الأكثر من ذلك، ينص أيضا في بعض الحالات على الحبس والغرامة. طلبت حينها منظمات حقوقية محلية ودولية بإلغاء القانون لمساسه مباشرة بحقوق الإنسان والحريات، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير. تعليق النائب العام على هذه القوانين كان لارتباطها مباشرة بالتشريعات الجنائية. بالتأكيد لن يذكر القوانين الأخرى المرتبطة بمؤسسات البلاد وأزماتها. كم هائل من القوانين الجدلية يصدرها المجلس تباعاً دون ضوابط ودون معرفة نتائجها. الأمثلة كثيرة، من ضمنها إنشاء هيئة لإعمار ليبيا لا يعرف مدى خضوعها للأجهزة الرقابية، إقرار ميزانيات للأزمات لا يعرف أيضاً كيفية تمويلها، والتعديلات على قوانين القضاء، إلغاء غرف وإنشاء محاكم أخرى. يتحدث النائب العام هنا عن شروط فنية وعلمية يجب اتباعها قبل سن القوانين، ويشير إلى سؤال يجب طرحه أولاً. هل الدولة هشة، دولة مسيطرة على جهات إنفاذ القانون فاعلة، وبالتالي بالإمكان أن نخلق قوانين لا تكون فيها، لا نأتي فيها على الضمانات؟ لا يتعلق الأمر بحماية النظام العام فقط، بل بضمان الحقوق والحريات، يؤكد النائب العام. تغفل السلطة التشريعية في قوانينها عنصر القيم والأخلاق وواقع البلاد وأزماتها. الحديث عن فوضى في جميع قطاعات البلاد ليس إلا انعكاسا ربما لفوضى وضع القوانين وسنها. هذا وكانت أعمال المؤتمر العلمي الدولي حول منظومة العدالة الجنائية، انطلقت اليوم بالعاصمة طرابلس. نعم، رافع وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين. المزيد في سياق تقرير الزميل محمد النبوت. منظومة العدالة الجنائية تقييم وتقويم، تحت هذا الشعار انطلقت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب والمستمر على مدى يومين. الهدف هو فحص هذه المنظومة، فحص هذه التعديلات، ومحاولة وضع تصورات جديدة للانتقال بليبيا إلى تصور يتعلق بمنظومة العدالة الجنائية، تصور مستقبلي يأخذ في الاعتبار المعطيات الواقعية، ويأخذ في الاعتبار التجربة التي مرت بها ليبيا في الفترات السياسية الثلاث. المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة لعدد من أساتذة القانون والمهتمين بالجانب القانوني والحقوقي، تضمن العديد من حلقات النقاش التي تناولت العديد من الإشكاليات في القوانين والتشريعات الليبية وسبل إيجاد الحلول لها مستقبلا. فيه ما في أوراق عمل، وفي بحوث تقترح حلول لبعض الإشكاليات القانونية في القانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. هذه بعدين تلخص كلها وتنشر، وإذا شكلت لجنة لصياغة مشروع قانون العقوبات والإجراءات يستعمل بهذه البحوث بلا شك. يعني يأمل القائمون على المؤتمر الخروج بتوصيات من شأنها معالجة القوانين الليبية ومقاربة الرؤية المستقبلية لمنظومة العدالة الجنائية. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، طرابلس. ينضم معنا عبر الهاتف من طرابلس عضو الفريق التحضيري لمؤتمر منظومة العدالة الجنائية وسام الصغير. أهلا بك سيد وسام، ضعنا في صورة أبرز ما نوقش في هذا المؤتمر والنتائج المرجوة منه. نعم، أولا السلام عليكم. وعليك السلام. طيب لك أخي رفع ولمشاهدي قناة ليبيا الأحرار. بكل تأكيد نحن اليوم انطلقت أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي الخاص بتقييم وتقويم منظومة العدالة الجنائية. وحين الحديث على منظومة العدالة الجنائية نقصد أو نعني أو نهدف بالدرجة الأولى تلك التشريعات التي صدرت منذ 70 عاما، منذ سنة 1953، وهما قانوني العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. وهذين القانونين يمثلان لبنة أساسية
بمنظومة العدالة الجنائية التي تأتي من بعدها مؤسسات العدالة بكل تراتبياتها بما فيها مؤسسة القضاء بكل تأكيد. يعني مرور 7 عقود على إصدار قانونين مهمين كقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية معطى مهم جدا من أجل أن نقيم تلك الرحلة الطويلة، وما إذا كانت هذه القوانين لا زالت صالحة، وهي طبعا بالمناسبة ما زالت نافذة إلى حد هذه اللحظة، هل ما زالت صالحة إلى أن تستمر معنا لتنظيم شؤون المواطن الليبي وتعكف على حماية مصالحه الخاصة وأيضا تعكف على حماية المصالح المجتمعية العليا العامة، أم أن هذه القوانين يجب أن يعاد فيها النظر ويجب أن يعاد إصدارها من جديد بما تخدم المصالح المتغيرة طيلة ال7 عقود هذه ووفقا للمتغيرات والمعطيات الواقعية، سواء كان المتغيرات السياسية الاقتصادية الاجتماعية التقنية الأمنية، فهذه كلها معطيات يجب مراعاتها حين صياغة وحين إعادة إصدار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية. من أجل هذا الهدف السامي التقى نخبة حقيقة من أساتذة القانون ومن رجالات القانون والقضاء والمحامين بدعوة طبعا وبتنظيم مهم وتنظيم يعني جدا يرقى أو يليق بهكذا حدث من قبل مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، وبفكرة أطلق لها العنان وأطلق لها العنان من قبل مؤسسة أكاديمية وهي جامعة مصراتة تحديدا كلية القانون بهذه الجامعة. فتم شمل مجموعة كبيرة من فقهائنا ومن أساتذة القانون لمناقشة ما يجب أن يتضمنه القوانين الجنائية المقبلة والمستقبلية، وما إذا كان في إمكانية لترميم المنظومة الحالية، أم نحن في حاجة فعلا لإصدار قوانين جديدة وطي صفحة الماضي. أعتقد أن الأمر الذي يكاد يكون اتفق عليه الجميع هو أن القوانين التي شاخت وعمرها 70 عاما لم تعد تصلح للبناء عليها ولم تعد تصلح للإضافة ولا للتعديل، ويجب طيها كاملة وإعادة إصدار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كما هو حاصل في كثير من الدول المحيطة بنا في محيطنا الإقليمي. يعني نتحدث على الدول المغربية، نتحدث على الدول المشارقية كاملة أنجزت وأعادت إصدار قوانينها ومنظومتها التشريعية في الإطار الجنائي. ونحن ندعم هذا المسار في حقيقة الأمر ونؤيد هذا المسار كفريق تحضيري، والغاية التي تنبه لها السيد المستشار النائب العام أن القوانين لابد أن تبدأ بدراسة فعلية من المختصين والمتخصصين، ولا يجب أن يطلق أو تطلق القوانين بشكل جزافي بشكل عشواء بدون دراسة عميقة أو دراسة رأسية كما يقال، وليس مجرد دراسات أفقية سطحية. يعني وهذا معناه تحديدا السيد المستشار حينما تحدث على أن هناك بعض القوانين التي جاءت استجابة لمعطيات واقعية ولم تدرس بشكل جيد ولم تمحص وصدرت في غرف. طيب سيد وسام، يعني بالحديث عن هذه النقطة تحديدا، كيف ستنظرون إلى توصيات النائب العام اليوم حول سن بعض القوانين دون دراسة أو بحث كما قال، وكيف يمكن تضمين ذلك في نتائج هذا المؤتمر؟ نعم، هو حين حديثه السيد المستشار حين حديثه على هذه النقطة تحديدا هو عنا بذلك أو أراد إبراز أهمية هذا المؤتمر، كون أن القوانين التي كانت تصدر في السابق كانت تصدر دون دراسة ودون استشارة لأهل الاختصاص وأهل الرأي وأهل الخبرة، وكانت تصدر كما ذكرت في غرف مغلقة داخل السلطة التشريعية. ونحن حديثنا ليس فقط على مجلس النواب وما صدر عن مجلس النواب الفترة الأخيرة من قوانين يعني في حقيقتها هي قوانين أقل ما يقال عنها بأنها قوانين قد سلقت دون أن تنضج بشكل أو على نار هادئة أو تنضج بشكل جيد بحيث أن هي تخدم المصالح الخاصة والعامة، ولكن هذا دأب السلطات التشريعية حتى في سنوات مضت وحتى ما قبل الأحداث حين الحديث على قوانين كانت تصدر من المؤتمر الشعبي العام، في حينها كانت بعيدة وبمنأى عن الخبراء وعن المختصين وعن رجالات القانون، وكانت تخدم مصالح خاصة وأحيانا مصالح ضيقة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وكانت مبعثها في كثير منها هي مبعث
أو أسس شخصية أو لمعالجة أزمات عاجلة وآنية ولحظية دون أن يؤخذ في الاعتبار استراتيجية المدى الطويل لهذه القوانين، لأن نحن نتحدث على قانون، لما نقول لك قانون يعني صادر من 53 مازال شاري لليوم عمره 70 سنة، أنت تتكلم على أجيال، يعني أنت تتكلم على جيلين تقريبا حكمت بهذه القوانين، وبالتالي هي قوانين أساسية توضع لتدوم فترة من الزمن وليست متغيرة بشكل دائم، يعني بشكل شهري أو بشكل سنوي. يعني قوانين الجنائية هي من القوانين التي تقل درجة من القاعدة الدستورية، ولكنها أيضا تسمو عن القوانين التنظيمية العادية بشكل عام، هي توصف بأنها قوانين أساسية، يعني هي قوانين تعنى بتنظيم شأن مهم وحماية مهمة لحقوق الإنسان بالدرجة الأولى، حقوق الإنسان بالدرجة الأولى والحقوق الخاصة المتعلقة بالملكيات والمتعلقة بالسلامة الجسدية والمتعلقة بالكيان المعنوي للإنسان برمته يعني. نعم. إذا كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، عضو الفريق التحضيري لمؤتمر منظمة أو منظومة العدالة الجنائية وسام الصغير، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش تقديم تقرير إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيين في إطار قانون ماغنيتسكي الدولي لفرض عقوبات على مجرم الحرب في ليبيا. هذا وأوضح عميش في تصريحات للأحرار أن التقرير يتضمن وثائق تجرم خليفة حفتر ونجله صدام وأحد أمراء كتيبة طارق بن زياد عمر مراجع، كما يتضمن مطالبة قانونية بتنفيذ حظر الدخول إلى الولايات المتحدة والحجر على الأملاك وتجميد الأصول المالية. هذا وأضاف عميش أنهم طالبوا برفع قضايا مماثلة ضد كل مرتكب جرائم حقوق الإنسان في ليبيا وقضايا السرقة والحرابة وسرقة المال العام وأصول الدولة الليبية، مشيرا إلى أن الجهود المستقبلية ستطال المجرمين في شرق وغرب وجنوب البلاد. إذن لتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع عبر سكايب ينضم إلينا من واشنطن رئيس التحالف الليبي الأمريكي الدكتور عصام عميش. أهلا وسهلا بك دكتور عصام. إذن بداية، ما قيمة هذا التقرير الذي أرسله التحالف الليبي الأمريكي لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيين في إطار قانون ماغنيتسكي الدولي، أو ربما بمعنى أوضح، هل تعتقدون بأن هذه الوزارات ستتفاعل مع مطالبكم القانونية بفرض عقوبات على حفتر ونجله وكذلك آمر كتيبة طارق بن زياد؟ نعم، شكرا لك أختي الكريمة. طبعا إحنا للإضافة كذلك، إحنا ما زالت القضايا المرفوعة ضد خليفة حفتر في المحاكم الأمريكية جارية، وقد يعتقد الكثير في ليبيا أنها توقفت ولكنها ما زالت قائمة، وعندنا جلسات الأسبوع القادم وفي خلال شهرين نتوقع أن تذهب إلى المحاكمة النهائية. هذا العمل الذي قمنا به اليوم وقدمناه للوزارة الخارجية ولوزارة الخزانة هو إضافة الحقيقة إلى سلسلة من الأعمال القانونية التي نرغب أن تكون يعني أداة لإيجاد دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا. العمل هذا الماغنيتسكي جلوبال ماغنيتسكي أكت، يعني هذا القانون يتيح فرصة للتعامل مع الإدارة الأمريكية مباشرة، يعني هذا الأمر لا يستدعي حتى حكم قضائي ولا يحتاج أن يعني يطول تحت طائلة المرافعات والحكومة، وإنما يكون بتوثيق تقارير دولية في جرائم ارتكبت من شخص يملك نوع من التفويض، خلينا نقوله الحكومي أو الإداري من الحكومة القائمة بأي شكل من الأشكال. وما تم هذا التوثيق، هناك آلية لمراجعة هذه القوانين، عفوا التقارير، ولمراجعة ما قدم من كلام يتطابق مع حرفيات هذا القانون، وإذا تم ذلك سيتم وضعه على قائمة لإيقاع عقوبات تشمل كما ذكرت حظر الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل ملاحقته وملاحقة الأصول المالية له ولعائلته ولكل من يكون معه في هذه الأعمال. طيب، هذا القانون سيد عميش استخدم فيما سبق في 2020 في نوفمبر بالتحديد على قائد ميليشيات الكاني محمد الكاني وعلى الميليشيا في حد ذاتها، وسار هذا القانون، ولكن يقول قائل
حفتر، وكنت تذكر الآن ربما هذا التسلسل في مسار المرافعات والمحاكمات وإثبات الجرائم عليه، وحتى منها ما أصدر في حقه ربما أوامر بتقديم تعويضات لأهالي المتضررين. يعني ما ضمنت أن يتحرك القضاء الأمريكي ونحن نرى بعد سلسلة هذه المرافعات يجلس حفتر من جديد مع أعلى الدبلوماسيين الأمريكيين؟ وطبعا هنالك محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية حتى لا يكون الهوى السياسي في واشنطن دافعا لدعم من يدعم الدكتاتورية والدولة العسكرية في ليبيا، لكن هنالك بدون شك أطراف للأسف في واشنطن تدعمها لوبيات أخرى موجودة على الساحة، منها من يؤثر في عمل الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، هي تدفع باتجاه نحو دعم شخصيات مثل حفتر. ولذلك التداول القضائي إذا صدر فيه أحكام نهائية وهو ما نتوقعه قريبا، هذا هو أحد المجالات التي تعيننا في إعاقة مسار الإدارة الأمريكية نحو التوجه اللي هو فيه دعم لمثل هؤلاء. الإدارة الأمريكية ليست دائما تقف مع هؤلاء، وإن كانت تجد مصلحتها في المرحلة الضيقة الآنية في وجود أمثال هؤلاء الدكتاتوريين أو أمثال هؤلاء الذين يحكمون بالسلاح رقعات واسعة من المشهد الليبي، ولكن في واقع الحال يقول بأنه بناء دولة ديمقراطية راشدة، دولة قانون، دولة حماية حقوق الإنسان لن تتم بهذا الأسلوب. ولذلك علينا سواء كليبيين أمريكيين أو علينا كليبيين حقيقة أن نطالب الأطراف الدولية وندفع ما نستطيع من أجل أن لا يكون هذا الخيار السياسي مطروح في المستقبل لمن يريد أن يتعامل مع ليبيا. طيب بعجالة سيد أو دكتور عصام، ما هي توقعاتكم بعد مراسلتكم للوزارتين؟ كيف سيكون الرد وفق ما تتوقعونه؟ المتوقع هو صدور هذه الأحكام في غضون أسابيع، أو عفوا الإدراج في القوائم. هنالك أيضا نقطة مهمة، وهي أن هذه القوائم ستكون لها وجود في كندا وأستراليا وبريطانيا، ويدرسها الآن الاتحاد الأوروبي أيضا لتكون جزء من منظومة قوانين تتخذها الحكومات في الغرب. واضح، شكرا جزيلا لك رئيس التحالف الليبي الأمريكي الدكتور عصام عميش، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. نفى أمير غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والقاطع الجنوبي عبد السلام زوبي للأحرار ما تتداوله وسائل الإعلام عن وجود توتر أمني في غرب البلاد. وأكد الزوبي أن الوضع الأمني مستقر في المنطقة الغربية عامة ومدينة طرابلس خاصة، منوها إلى أن جميع الأجهزة الأمنية في تمركزاتها وعلى تواصل جيد وفق تعبيره. إلى أصدت، حيث أفاد عميد البلدية مفتاح حمادي باستمرار أعمال الحصر بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير ومواصلة جهاز حفر الأبار تنفيذ الأبار الاستكشافية التي طلب بها سابقا المكتب الاستشاري الإنجليزي. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء شبكة النسح الأفقي ما أسهم في خفض منسوب المياه مع استمرار معالجة أوضاع أصحاب المنازل المتضررة من خلال توفير السكن وبدل الإيجار. على قدم وساق تستمر أعمال اللجان المكلفة بحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليطن، كل بحسب اختصاصها. آخر المستجدات أعلنها رئيس لجنة الأزمات والطوارئ مصطفى البحباح، حيث أكد تأمين مساكن لما لا يقل عن 41 عائلة نازحة من أصل 89 أسرة قدمت ملفاتها للجان المشكلة، داعيا المواطنين إلى ربط أماكن تجمع المياه في الآبار السطحية والمستنقعات بشبكة تصريف مياه الأمطار. أما عن عمليات حصر الأضرار فقد أفادت اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الإسكان والتعمير بارتفاع عدد ملفات المواطنين أصحاب المباني المتعرضة للتصدع وهبوط الأساسات بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى 1165 ملفاً، فضلاً عن 177 ملفاً لم يعتمدها مخاطير المحلات نظراً للنواقص الموجودة فيها. بالموازاة مع ذلك تستمر جهود حل الأزمة على الأرض، حيث أكد عميد البلدية مفتاح حمادي تواصل أعمال تنفيذ الآبار الاستكشافية
التي طالب بها المكتب الاستشاري الإنجليزي والشروع في إنشاء شبكة للنزوح الأفقي للمياه، في حين أعلن جهاز حفر الآبار تسلم 5 مواقع لحفر آبار للمراقبة الاستكشافية، بينها بئر في كلية العلوم بالمدينة. مسؤول ملف الصحة بالبلدية محمد العكاري نفى بدوره وجود أي مؤشر على تزايد مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تلوث المياه الجوفية، مؤكدا وضع خطة عمل تحسبا لأي طارئ والتعاقد مع مصانع مياه معدنية لتوزيعها على المواطنين، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية داخل المدارس والمساجد. يأتي هذا بينما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تكاتف جهود البلدية والمؤسسات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع في زليطن بشكل عملي ومهني خلال مدة زمنية محددة. طالب أعيان وأهالي زليطن مجلسي النواب والدولة بإصدار قرار يقضي بإنشاء صندوق لإعادة إعمار المدينة بشكل عاجل. نعم مروى، كما طالبوا أيضا بإصلاح البيوت المتضررة وتعويض المواطنين واستكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة للاستفادة منها تمهيدا لخطة الإخلاء. نطالب البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والتي أعلن من خلالهما مدينة زليطن مدينة منكوبة بإصدار قرار مفاده تكوين صندوق لإعادة إعمار المدينة وبشكل عاجل جدا. ثانيا، معالجة البيوت المتضررة وتعويض المواطنين بشكل عاجل. ثالثا، استكمال المشاريع الإسكانية المتوقفة بشكل عاجل وذلك للاستفادة منها للأسر المتضررة تمهيدا لخطة الإخلاء. رابعا، وضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذه المطالب. أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربو تعليماته لتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة الأزمة في بلدية زليطن. وكلف قادربو مدير فرع الهيئة في المدينة برئاسة الغرفة لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المتخذة لمجابهة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بزليطن وضواحيها. كما كلف الإدارة العامة للرقابة التابعة لرئاسة الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الخطوات التي قامت بها حكومة الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمة والعمل على إيجاد الحلول للأزمة. أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين استخراج 80 جثة مجهولة من مقبرة مرتوبة خلال يومين. وأضافت الهيئة أنه جرى أخذ عينات الحمض النووي من 140 حالة من الجثث المستخرجة وإعادة دفن 120 جثة مجهولة الهوية بعد استيفاء جميع الجوانب الشرعية والقانونية. قال عضو لجنة الأزمة بدرنا حمد الشلوي أن أعداد ضحايا فيضان المدينة تفوق 25,000، واصفا ما ينشر من إحصائيات من الجهات الرسمية أو غيرها بغير الصحيحة وفق قوله. هذا وأكد الشلوي في مداخلة مع الأحرار أن جميع عمليات الانتشال في البر والبحر توقفت بالكامل، مشيرا إلى مخاطبتهم الجهات المعنية بالحكومتين لاستكمالهما قبل القيام بأي مشروعات ولكن دون جدوى. وأضاف الشلوي أن الإعانات تقدم للنازحين من مواطنين ومنظمات دولية في ظل غياب الحكومتين، مطالبا بالنظر بجدية في أوضاعهم واتخاذ إجراءات سريعة لتحسينها. هذا وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن المجلس أنشأ هيئة إعادة إعمار ليبيا
لتعنى بجميع الكوارث التي قد تحدث بالبلاد في جلسة صحيحة وبتصويت أغلبية الأعضاء وفق تعبيره. وأضاف الدرسي في مداخلة مع الأحرار أن الأموال التي تنفق في إعادة الإعمار تصرف من خزينة المصرف المركزي ببنغازي، مؤكدا أن المصرف لديه الأموال لعملية الإعمار. طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددا من المؤسسات العامة بعدم تقديم أي أموال لحكومة الوحدة التي وصفها بالمنتهية الولاية، ويشمل الحظر القروض أو ما يأتي تحت بند المسؤولية الاجتماعية. ووفقا لمراسلة عقيلة فإنه في حال ثبوت تقديم الأموال لحكومة الوحدة فإن ذلك سوف يضع المسؤولين والممثلين لتلك المؤسسات تحت طائلة القانون بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته وفق نص البيان. قضت محكمة استئناف بنغازي بوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن منح الإذن لوزارتي البلية والتخطيط بالترفيع في مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد على 10 مليارات دينار. وأوضحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن المحكمة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، ما يعني عدم نفاذه وتجميد جميع آثاره. هذا وأشارت الحكومة المكلفة إلى أن الحكم يضاف إلى غيره من أحكام قضائية عدة بإلغاء جملة من القرارات التي وصفتها بمنعدمة المشروعية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية. بحث مجلس الدفاع وبسط الأمن الثلاثاء في طرابلس آخر تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد. هذا وقد ترأس الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد البنفي إلى جانب كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة وأميري المناطق العسكرية ورؤساء الأركان النوعية والهيئات ورئيس جهاز المخابرات ووزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز الحرس الرئاسي ورئيس جهاز الأمن الداخلي. أكد وزير الخارجية المكلف الطاهر البعور وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو أكد على تعزيز الاستقرار في ليبيا وصولا إلى الانتخابات في البلاد. جاء ذلك خلال استقبال البعور لنيكولا في طرابلس الثلاثاء، حيث أكد الجانبان على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا في الأخبار الاقتصادية رفقة الزميل حمزة قديش. إليك حمزة. شكرا لك. تفضل. شكل محافظ مصرف ليبيا المركزي لجنة لدراسة حجم الطلب على النقد الأجنبي على أصعدة الاعتمادات والأغراض الشخصية، ومتضمنة الجهات الحكومية برئاسة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ناجي عيسى. المركزي وفي تصريحات للأحرار أكد أن اللجنة ستدرس حجم الإيرادات المتاحة بهدف تحقيق توازن في ميزان المدفوعات نهاية العام الجاري، مشيرا إلى إعطاء اللجنة صلاحية الموافقة على طلبات المصارف وفقا لضوابطه المنظمة للنقد الأجنبي. هذا وتتضمن اللجنة مديري إدارتي الحسابات في طرابلس وبنغازي ومدير إدارة تقنية المعلومات ومدير وحدة المعلوماتية المالية، إضافة إلى مدير الشؤون الإدارية بمصرف ليبيا المركزي.
نبقى مع أخبار المركزي، حيث أصدر المصرف تحذيرات جديدة للمصارف التجارية بعدم فرض قيود على السكوك البنكية سواء العادية أو المصدقة، مع تلويحه باتخاذ إجراءات قانونية حيال المساءلة خلال الفترة القادمة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي مع وائل أحمد. شكاوى سجلت من زبائن المصارف التجارية بفرض سقف محدد لتصديق السكوك البنكية، وعلى أثر ذلك تحرك مصرف ليبيا المركزي ملوحا بمعاقبة من تثبت ممارسته لهذه الإجراءات المخالفة وفقا لمنشوره رقم 3 لسنة 2021. المصرف يعلل هذه التحذيرات الجديدة القديمة بأنه قد رصد عراقيل وضعتها إدارات عدد من المصارف التجارية على زبائنها لاستكمال السكوك العادية وحتى المصدقة دون مبررات أو أسباب حقيقية. ويطالب المركزي في تعليماته بمعالجة هذه الخروقات ومنح الحرية للزبائن للتعامل مع حساباتهم المصرفية. ومع هذه المطالب يؤكد المركزي إصداره تعليمات لإدارة الرقابة على النقد والمصارف بإطلاق حملات تفتيشية على جميع المصارف لرصد الوضع وتقييم الخدمات. وهنا يشدد المركزي أن العقوبات ستطال مدير المصرف حيث ستصل إلى حد الإيقاف عن العمل. وتأتي هذه التعليمات في ظل الحديث عن أزمة سيولة نقدية ربما تكون قد دفعت المصارف التجارية إلى وضع أسقف سحب على حسابات الزبائن، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أنها جاءت نتيجة عزوف التجار عن إيداع المبالغ المالية مع تنامي أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق والبطء في عمل منظومة النقد الأجنبية التي أعيد تفعيلها مطلع فبراير الجاري. تباينت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الرسمية وفق بيانات مصرف ليبيا المركزية اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا وصل إلى نحو 4 دنانير و855 درهما. أدى وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5 دنانير و230 درهما، بينما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى نحو 6 دنانير و112 درهما. من ناحية أخرى، واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها في السوق الموازية في تعاملات الثلاثاء، حيث سجل سعر صرف الدولار 7 دنانير و85 درهما، كما سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار 7 دنانير و590 درهما، في حين بلغ سعر صرف الجنيه الاسترلي 8 دنانير و720 درهما. أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الثلاثاء عملها على تسليم أذونات صرف مرتبات شهر فبراير الخميس المقبل. هذا وأشارت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك أن إدارة الميزانية التابعة لها تعمل في الوقت الراهن على إنهاء إجراءات إحالة المرتبات إلى إدارات العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي. أعلنت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز افتتاح منصة تعبئة فورية للغاز الطهو في مستودع الهان النفطي بطرابلس بسعة إنتاجية تفوق 4000 اسطوانة غاز يوميا. وأكدت البريغ في منشورها عبر صفحتها الرسمية ارتفاع عدد منصات التعبئة الفورية في البلاد إلى 15 منصة، مشيرة إلى قرب تجهيز 5 منصات في مناطق الجنوب ضمن خطتها لسد الطلب على اسطوانات غاز الطهو مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. انطلقت بالعاصمة طرابلس فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للمصارف والتأمينات والاستثمار، والذي يشهد مشاركة العديد من المصارف والشركات المهتمة بالتأمين. التفاصيل في سياق التقرير التالي مع سليمان الفرشاني. في إطار التعريف بالعمل المصرفي في ليبيا، انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للمصارف والتأمينات والاستثمار. هذا الحدث الاقتصادي سيشهد حواراً اقتصادياً بين عدد من الشخصيات العاملة في المجال الاقتصادي. الدورة هذه المواضيع الرئيسية التي ستثار في الجلسات الحوارية تتعلق بدور هذه المؤسسات في دورة إدارة الأزمات حقيقة نتيجة للتغير المناخي ووجود جملة من الإشكاليات والأزمات التي مرت بها جل دول العالم. أصبح واجب التفكير بشكل تشاركي، التفكير بشكل جمعي مع بعض في التصدي لهذه الأزمات وإيجاد حلول لها. السادة في ديوان المحاسبة مشكورين كانوا ملاصقين لهذا الحدث
وداعمين ليه، والحكومة أيضا موجودة وحاضرة حتى نتناقش حول دور هذه المؤسسات وما هي العراقيل التي تواجهها حتى تكون فاعلة في دورة إدارة الأزمات سواء في مرحلة الوقاية أو الاستجابة والتعافي. العديد من المصارف العاملة في ليبيا وشركات مختصة بالتأمين كانت حاضرة في المعرض عبر توفيرها لأجنحة خاصة بها للتعريف بالخدمات التي تقدمها. المصرف الإسلامي الليبي هو الراعي للحدث المهم المؤتمر والمعرض الرابع للمصارف شركات التأمين وإعادة الاستثمار. كدائب المصرف في كل السنوات السابقة يساهم في رعاية هذا المعرض الغرض متاع دعم الاقتصاد الوطني ونشر مفهوم الصرف الإسلامية واستقطاب الشركات والأفراد وتنمية وتطوير خدمات المصرف الإسلامي الليبي، وفي فرصة أن مواكبة الأحداث والتطورات اللي صايرة في المصرف الإسلامي. المأمول من هذه المعارض والملتقيات الاقتصادية هو خلق بيئة جديدة تسهم في تعزيز التعاون بين كل المؤسسات الاقتصادية وتفتح باب التنافس فيما بينها عبر تقديم خدمات متنوعة تساعد في تحقيق مكاسب اقتصادية. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين مروى ورافع. شكرا لك حمزة. يشتكي سكان بلدية وادي عتبة هذه الأيام من نقص حاد في غاز الطهي، وذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك. نعم رافع، الأمر الذي زاد معاناتهم خاصة مع انعدام بيعه في السوق الموازي. نشاهد. يشتكي سكان بلدية وادي عتبة هذه الأيام من نقص حاد في غاز الطهو، وذلك تزامنا مع قرب شهر رمضان المبارك، الأمر الذي زاد من معاناتهم خصوصا مع انعدامه في السوق الموازي. احنا يا ريت اللي شادين الكراسي في الحكومه غالي يجي يعيشوا معنا اسبوع بس هنا في الجنوب. لا غاز طهي، لا وقود، والكهرباء ضعيفه وميته، والحطب كل كملناه والاشجار قطعناها وحتى الغنم كل بعناها، وباش نعيشوا يومين القدام وما عارفين بعد اليومين هذا الله اعلم. تعاني تعاني تعاني، يعني عاوري ثلاث مرات تعاني 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 يعني. وتو جاي شهر رمضان، معروف شهر رمضان اكثر استخدام للغاز الطهي، فما مش معقول انا بنبنيه توصل الى 65 70 دينار. 600 اسطوانه غاز فقط هي الكميه التي تصل بشكل متقطع من مستودع سبها النفطي للمواطنين بالبلديه، واليوم ومنذ اكثر من شهرين لم تصل اي كميه. لو في وادي عتبه نعاني في اسطوانه الغاز، اسطوانه الطهي، يعني حكم شبه معدوم يعني في وادي عتبة. فأناشد الجهات المختصة بتوفير اسطوانات الغاز. المواطنون ناشدوا الجهات المعنية لتوفير غاز الطهو قبل حلول شهر رمضان من أجل التخفيف من معاناة المواطنين ببلدية وادي عتبة، إضافة إلى مطالبتهم بزيادة الكميات المخصصة للبلدية وضمان وصولها في مواعيد محددة أسبوعياً. ينضم إلينا عبر الهاتف من وادي عتبة رئيس لجنة الأزمة بالبلدية السيد محمد النظيف. أهلا بك سيد محمد، ضعنا في صورة واقع نقص غاز الطهي في المنطقة. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نتقدم جزيل الشكر لقناة ليبيا الأحرار اللي تاحت هذه الفرصة لنقل معاناة سكان بلدية وادي عتبة في نقص كمية الغاز الطهي اللي تورد إلى البلدية. الحقيقة الكلام يطول في المجال هذا، ولكن الكلام اللي بأكد عليه أن الموضوع جد زاد من كاهل المواطن. اسطوانة الغاز لا هي موجودة في السوق الآن الفترة هذه، لا هي موجودة في السوق السوداء ولا هي موجودة في المستودع الغاز المخصص. الكمية آخر كمية وصلت إلى بلدية وادي عتبة قبل شهر 300 اسطوانة لعدد حوالي 28 ألف نسمة سكان بلدية وادي عتبة، وهذه كمية حقيقة كمية خجولة جدا ولا تفي بالغرض. الآن أغلب سكان بلدية وادي عتبة اعتمادهم الكلي على الأفران الكهربائية، واللي الآن تسبب في تذبذب التيار الكهربائي وتزيد انكاهد أيضا في استهلاك الكهرباء. طيب سيد محمد، يعني في تقديرك ما أسباب هذا الانقطاع؟
أنت ذكرت بأن آخر شحنة وصلت إلى المنطقة كانت منذ شهر تقريبا. نعم. ما أسباب الانقطاع؟ هل تواصلتم مع الجهات المسؤولة بالخصوص؟ نعم، احنا اخر كان لدينا اخر اجتماع مع السيد المهندس مصطفى رئيس مدير شركه البريكه في مستودع سبها النفطي، وتواصلنا مع ايضا مع اداره المستودع في سبها. الكميه الحقيقه اللي تصل الى مستودع سبها النفطي كميه تم تقليصها للاسف الشديد اسوه بالوقود البنزين. طالبنا السيد المهندس مصطفى بزياره الكميه وعد بذلك، والحقيقه الغاز المسال اللي طبعا احنا عارفين ان الغاز الطهي ياتي من مستودع مصراته الى مستودع سبها النفطي. الكميه لا تكفي لتغطيه المنطقه الجنوبيه، كميه خجوله جدا. وهذا بالرغم من وجود عقود الغاز وعقود النفط بضعه. طيب سيد محمد، هل هذا النقص الان في غاز الطهي فقط ام انه يمتد لجميع انواع المحروقات كالوقود مثلا؟ وغيره. نعم نعم، الحقيقه حتى نقص جدا في كميه غاز الطهي ووقود البنزين والديزل. هي كميات مستودع سبها النفطي انتم عارفين ان كان فيها اعتصام لسكان الجنوب واقفال الحقول النفطيه المده الفائته. بعد اجتماعنا مع السيد مدير شركه البريك المهندس مصطفى، الحقيقه وعدنا بزياده الكميه يعني مستودع سبها النفطي سواء كان في البنزين سواء كان في وقود غاز الطهي. نعم. ولكن للاسف الشديد لحد الان الكميه قاعده خجوله جدا، والمواطن يعاني معاناه شديده جدا في هذه الظروف. طيب ولكن بالحديث عن شركه البريغا، هي اعلنت سابقا بان المحروقات متوفره في كل انحاء ليبيا ودون انقطاع، وانت الان قبل قليل ذكرت بان الكميه التي تصل الى الجنوب قلصت يعني. نعم للاسف الشديد بعد الاعتصام مباشره كانت في زياده الكميه لمخصص مستودع سبها النفطي، ولكن بالتواصل مع الاخوه في المستودع والاخوه في لجنه الازمه في سبها حيث لاحظنا ان في نقص في كميه الوقود اللي مخصصه لبلديات الجنوب. فهذه نطالب الحقيقه في هذه السانحه الاخوه في شركه البريك والمؤسسه الوطنيه للنفط بالنظر في هذه المشكله. واحنا الان مقبلين على شهر رمضان المبارك يعني، وانت عارف الظروف هذه احتمال حتى الان اليوم الطين استقر، بكره ما يكونش في كهرباء ولا يعني، والناس اصبحت حتى للاسف رجعنا للقرون الوسطى يعني، الناس بدها تطيب على الحطب وتطيب على الفحم، وهذا الحقيقه شيء مخجل في دوله نفطيه تتمتع بخيرات وامكانيات كبيره جدا. كنت معنا عبر الهاتف من وادي عتبه رئيس لجنه الازمه في البلديه محمد النظيف، شكرا جزيلا لك. ننتقل مباشرة مشاهدينا إلى جولة في أبرز أخبار الرياضة. نعم، وزميل بدر عمار تفضل بدر. شكرا مروة ورفا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نجح منتخبنا الوطني لكرة السلة في التأهل إلى التصفية النهائية المؤهلات إلى كأس العالم بفوزه على المنتخب المغربي بـ 71 مقابل 63 نقطة في المباراة الثانية التي أقيمت في المونستير. منتخبنا الوطني تقدم على مستوى النتيجة بفضل تألق نجومه في المباراة الثانية بعد التعادل في المباراة الأولى قبل يومين، وبهذه النتيجة يصعد منتخبنا إلى دور المجموعات متجاوزا حامل لقب بطولة إفريقيا للمحليين في نسختها الأخيرة المنتخب المغربي. نجح فريق السويحلي في تحقيق انتصاره الأول في البطولة العربية للأندية البطلة بفوزه على مصافي الشمال العراقي بثلاثة أشواط دون مقابل. السويحلي أنهى الأشواط الثلاثة بواقع 25 مقابل 20 و 25 مقابل 18 نقطة و25 لقاء 20 نقطة للشوط الثالث. في مباراة ثانية حقق ممثل ليبيا الآخر الأهلي بنغازي فوزه الأول على حساب صاحب الأرض شباب الحسين الأردني بثلاثة أشواط دون مقابل. تنطلق يوم الخميس مباراة الأسبوع الثاني من الدوري الليبي لكرة اليد للمحترفين، حيث تقام مباراتان ضمن المجموعة الأولى بقاعة 17 من فبراير. يستقبل فيها الاتحاد ضيفه المشعل في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية اتحاد الشرطة يقابل الجزيرة، فيما تقام يوم الجمعة مباراة واحدة بقاعة الزاوية تجمع الأولمبي مع الأهلي طرابلس.
إلى الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث حقق التعاون الفوز على التحدي بهدفين لهدف مباراة الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى. ثنائية التعاون سجلها فرج غيضان والمحترف أبو بكر كوني، بينما سجل هدف التحدي الوحيد سفيان تشيكو. وفي المباراة الثانية بملعب شهداء بن نفاز، النصر على ضيفه المروج بهدفين لهدف سجل للنصر عادل الزوي ومحمد الجويني، بينما سجل هدف المروج الوحيد اللاعب أحمد العبار. وتختتم مباريات الجولة الثالثة لمرحلة الإياب للمجموعة الأولى بمباراتين تقامان يوم الأربعاء. المواجهة الأولى تجمع الأخضر مع الصقور في ملعب شيخ الشهداء عند الساعة الثالثة، ويديرها الحكم محمد الهني ويساعده محمد التير ومحمد سحلب، فيما تقام بملعب شهداء بنينة على تمام الساعة السادسة مباراة تجمع الأهلي بنغازي بضيفه الصداقة بإدارة الحكم السنوسي الحبيب ومساعديه محمد حسن وعبد الناصر المعدني. وفي مباريات المجموعة الثانية تقام يوم الخميس مباراة واحدة تجمع الأولمبي مع ضيفه الاتحاد المصري بملعب الزاوية. مباريات الجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز تختتم يوم السبت القادم بمواجهتين هامتين، حيث تجمع الأولى الأهلي طرابلس مع السويحلي في ملعب الجميل، وفي المواجهة الثانية الاتحاد يستقبل أساريا في ملعب النهر الصناعي في العاصمة طرابلس. تنظم اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات محاضرات توعوية وتثقيفية حول المنشطات وأخطارها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الليبية. المحاضرة ستكون لأعضاء البعثة الليبية التي تستعد للتوجه إلى أكرا للمشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2024. المحاضرة ستقام خلال يومي الأربعاء والسبت 21 و24 من فبراير الجاري، وسيتم إعطاء شهادات حضور ومشاركة معتمدة من المكتب الإفريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. انطلقت ببلدية براك الشاطئ بطولة كرة القدم للأندية غير المفعلة تحت إشراف مكتب الرياضة بوادي الشاطئ. البطولة ضمت 8 أندية تم توزيعها على مجموعتين بهدف إعادة تفعيل الأندية الثمانية وتشجيعها على استئناف نشاطها الرياضي بعد توقفها لسنوات طويلة، إضافة إلى تشجيع الحركة الرياضية في المنطقة وإشراك المجتمع المحلي في الأنشطة الرياضية. انطلقت بطولة الأندية العريقة الغير مفعلة على ملعب أشكد السباعي، والهدف من هذه إنشاء هذه البطولة هي إظهار الأندية العريقة التي غير مفعلة هذه الفترة. البطولة تحتوي على 8 أندية على نظام مجموعتين، كل مجموعة تحمل 4 أندية، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي وفريقين للنصف النهائي، ونسأل الله التوفيق للأندية المشاركة في هذه البطولة. ختام الجولة الرياضية مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المشاهدة. العودة إلى مروة ورافع باقي أخبار الليل. شكرا لك بدر. شكرا. قال الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة عبد الله سليمان إن دخول اللاجئين السودانيين للمدينة يشكل عبئا أمنيا لاحتمال تسرب مهاجرين بينهم من جنسيات أخرى أو ممن فروا من السجون بعد الحرب في السودان. هذا وأضاف سليمان في مداخلة مع الأحرار أنه حتى هذه اللحظة لم يجرى حصر دقيق لأعداد اللاجئين التي قد تصل إلى عشرات الآلاف في الكفرة وحدها. هنا بمدينة الكفرة في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد يتجمع الآلاف من اللاجئين السودانيين أمام مركز المهاجرين غير الشرعيين لعلهم يتحصلون على مساعدات تمكنهم من مواجهة قسوة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها بعد فرارهم من الحرب في بلادهم. ومع تزايد حدة الصراع في البلد الجار خلال الأشهر الأخيرة تتضاعف أعداد اللاجئين السودانيين يوما بعد يوم، حيث يتدفق إلى مدينة الكفرة يوميا المئات، الأمر الذي خلق عددا من الأزمات في المدينة دون أي تحرك جدي من الحكومات للتعامل مع هذه الأزمة. تدفق اللاجئين إلى الكفرة سبب مخاوف أمنية واقتصادية وصحية لدى السلطات المحلية، تحدث عنها الناطق باسم المجلس البلدي عبد الله سليمان الذي حذر من احتمالية وجود جنسيات أخرى من بين اللاجئين السودانيين أو ممن فروا من السجون بعد الأحداث التي شهدتها بلادهم. حتى هذه اللحظة لم يجرى حصر دقيق لأعداد اللاجئين، يقول سليمان، ويؤكد وصول مساعدات تكفي احتياجات 40,000 لاجئ من الغطاء والكساء والغذاء، إلا أن الوضع الصحي يظل هاجزا آخر
كون البنية التحتية بالمدينة لا تستوعب هذا العدد في حال تفشي الأمراض وفق قوله. غياب الدولة عن تقديم المساعدات دفع بعض المواطنين من مدينة الكفرة وجهات محلية لإطلاق مبادرات لمساعدة اللاجئين بجهود ذاتية عبر التبرعات التي يتحصلون عليها من بعض المواطنين ورجال الأعمال، تمكنوا من خلالها من تقديم الأغطية للذين يبيتون في الشوارع دون أي مأوى، كما ساهموا في ضمان استمرار تقديم الوجبات للاجئين بشكل يومي دون أي انقطاع إلى حد الآن. إذن بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة. أما الآن فنترككم مع حوارية ليلى والزميل نبيل طخيل. دمتم بخير. لمعالجة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، الفرق الفنية والخبراء في زليط يواصلون عمليات الشفط وحفر الآبار الاسترشادية. تقول لجنة الأزمة إن الأوضاع الصحية في المناطق المتضررة مستقرة مع استمرار رش المبيدات حفاظا على سلامة المواطنين. بعد الفاصل مشاهدينا.